5 مشتركين وصلوا للسؤال 20، 4 جاوبوا صح وتقاسموا هبش والجائزة الكبرى الليلة. عنا رابحين جددوا عنا 120 ألف ريال بالجيبة، هدول موجودين معي، هدول إلكم رح نوزع عليكم. كمان لازم بس تبعتوا لنا كلمة فوز، رسالة على الأرقام اللي هلأ رح تطلع على الشاشة، وعندكم فرص تشاركوا معي على الهواء وتربحوا 5000 ريال من أسئلة الحلم اللي ممكن تفاجئكم بأي لحظة. يعني هلأ إذا أنت عم تتابعنا خذ الموبايل ابعث لنا كلمة فوز على الأرقام اللي طالعة بتدل على بلدك، وممكن بخلال الحلقة اتصل عليك. وكمان عندكم إذا جاوبتوا صح على سؤال واحد راح تدخلوا معنا، كان هون بالاستوديو أو عبر التطبيق أو عبر الاسمس، راح تدخلوا بسحب خاص خلال أيام العيد بقيمة 100,000 ريال سعودي. خلونا نهني سندس هادي من البحرين، ربحت بسحب أمس 5,000 ريال. ليش؟ بعثت كلمة فوز. وغسان جدعان تحت من البحرين نزل التطبيق، فيكم تنزلوا التطبيق وجاوب صح على 20 سؤال خلال الهواء مباشرة، وهذه حلاوة البرنامج، فيك تجاوب على الأسئلة مباشرة معنا مثل ما عم تتفرج على التلفزيون، بيجيك كل شيء وفيك تربح 5,000 ريال سعودي. وكمان فاز بجهاز عودي على مودي، والليلة كمان في بدر من محمد من اليمن وأحمد عبود من السعودية فازوا بجهازي عودي على مودي، تقنية التبخير الذكية والفريدة من نوعه وشي جديد كتير حلو حقيقة، أنا جربته وعاجبني وخلصوا من عندي هدول، بعتوني إياهم جماعة عودي على مودي. ماشي، هلأ رح نتعرف على قوانين هاللعبة. 12 مشترك بتنافسوا يوميا على 20 سؤال ليربحوا الجائزة الكبرى بقيمة 50,000 ريال سعودي، كل إجابة صحيحة بياخذوا 250 ريال ما بيخسروها أبدا، وكل مين بيجاوب صح على السؤال رقم 20 رح يتقاسم الجائزة الكبرى ويضيف عليها المبلغ اللي جمعه من الأسئلة. أما إذا جاوب أي مشترك خطأ على أي سؤال فبيتم تجميد دوره، بس ما بيترك اللعبة، لأنه لما بيجاوب كل المشتركين على سؤال واحد خطأ وقتها بندخل مرحلة بلاك أوت أو الانقطاع اللي بترجع كل مشاركة لكل المتنافسين من جديد، بس الجائزة النهائية رح تنقسم بالنص. أما سؤال الحلم فبيعطي فرصة لأي شخص أرسل رسالة فيها كلمة فوز ليربح جائزة بقيمة 5,000 وبضيف على رصيد الجائزة الكبرى. جاهزين؟ أنا شخصياً جاهز، وراح نتعرف هلأ على المشتركين. هنا عادةً 12 بس هنا ما شاء الله بيطلعوا شي 100 واحد. عادل ورفقاته مغربي موجود معنا من المغرب، أهلا وسهلا فيك. هلا من السعودية مع زوجها. خلود من البحرين لحالها كاشخة ما شاء الله. سامح من مصر مع مراته. حسام من سوريا مع عياله. هشام بالسعودية مع أولاده. أميرة تونسية مع ابنها. أبو نظارة حلوة، أيوة الدينة حلوة، أيوة أيوة. لا بوس على الهواء ممنوع أميرة، مش لا أميرة، لا أميرة لا لا. طه من العراق، أهلا وسهلا فيك. إسماعيل